إذن هذه على ماذا قلت؟ في الجزاء لا في الإجزاء. تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء. لأنه لو قرأ الآن في الصلاة سورة الفاتحة ثلاث مرات، سورة الإخلاص ثلاث مرات، ولم يقرأ الفاتحة في الصلاة باطل. مفهوم؟ نعم. إذا تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء. كم فيها اسم من أسماء الله؟ سبحان الله، ما تقرأها في السورة؟ كم فيها اسم من أسماء الله؟ أنت أخذ ضوء. نعم؟ اقرأ السورة، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من يصح توجيه الخطاب إليه. قل هو الله، هذا الاسم الأول. الله هو المألوه أي المعبود محبة وتعظيم. قيل أن الله اسم الله الأعظم. لم يسمى أحد بهذا الاسم. مرجع لكل الأسماء إلا في النار. هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. صحيح؟ مرجع لكل الأسماء. الخامس الألف واللام في الله ما تحذف. شوف يا حي يا قيوم نحذف الألف واللام، لكن تقول يا الله. كم أمر؟ بسم الله. قل هو الله أحد. لا، الأمور الخمسة. الأول الإله أي المألوه المعبود محبة وتعظيم مشترك. الثاني اسم الله الأعظم. اسم الله الأعظم مرجع لكل الأسماء. اسم الله بسم الله لا يحق لنا الألف واللام. لا تحذف الألف واللام عند النداء، تقول يا الله وتقول يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم. الخامس لم نسمى أحد هذا الاسم، ولذلك قلنا اسماء الله مختصة منها الله الرحمن رب العالمين. قل هو الله أحد، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسماء وصفاته. قل هو الله أحد. الله الصمد. الصمد الذي تصمد إليه الخلاق في حوائجه، لا يمكن أن تصمد الغير ولا كان سيركبه. الذي هو مستغني عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه. نعم. الثالث الصمد الذي لا جوف له. مفهوم؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد، صفة منفية. لماذا لم يلد ولم يولد؟ لكمال غناء وأحدية وصمدية. لأنه دائما في الغالب الأب يحتاج إلى الولد، والله مستغني عن الوالد وعن الولد وعن الزوج. نعم. لم يلد ولم يولد ولم يكن له مكافئ وند وشبيه ونظير لكمال احديته وصمده. قلنا لابد من نفي مع اثبات كمال الظن. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. طيب اذا الله والاحد والصمد. مفهوم؟ طيب اجل استفتح الله عليك. وما وصف به نفسه ناسب أن المؤلف يبدأ بسورة كاملة ليس فيها إلا الأسماء والصفات، ليس فيها أحكام أو قصص. سورة إخلاص، وثنى بآية الكرسي أعظم آية في كتاب الله. القرآن يتعاظم، نعم، باعتبار المعنى، لكن القائل واحد سبحانه وتعالى. فبعض الآيات تؤثر فيك أكثر مما نؤثر البعض. ما الدليل أن هذه السورة أعظم آية في كتاب الله؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال أبي رضي الله عنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. طيب أعظم آية في كتاب الله، ما السبب؟ السبب لأنها فيها إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى.
ومن فضائل هذه الآية أن من قرأ في ليلة لم يزل عليه من الله حق ولا يصبه يمسه أقرب الشيطان حتى يصبح. الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أبي هريرة رضي الله عنه وضع النبي صلى الله عليه وسلم يحرص الصدقة، فجاء الشيطان في الليلة الأولى وأمسك، فشكى الفقر والعياذ والحاجة افترض. في الليلة الثانية أتى وشكى افترض. في الليلة الثالثة أمسك، قال لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعني أعلمك كلمات إذا قلتها لم يقربك الشيطان حتى تصلح. هذا دين حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الخير وعلى العلم. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، يعني ما تصدق الشيطان أبدا كذوب. ولا قلنا في العراف والمهجم والكاهن والرمان أن يصدق هؤلاء كفر بما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم، فكيف أن يأتي إنسان ممسوس أو كذا ويتكلم على لسان المريض ونصدق؟ كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقك وهو كذب. طيب كم فيها من الأسماء؟ من يعرف؟ كم اسم في آية الكرسي؟ نعم نعم اقرأ. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله والحي والقيوم والعلي والعظيم، خمسة واحد واحد. الله خمسة أشياء. الثاني الله لا إله إلا هو الحي، الحي بالحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا حق فناء، صح؟ نعم. القيوم الذي قام بنفسه وقام غيره به، فهو مستغني عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه. الحي كمال ذاته، والقيوم كمال سلطان، وإذا انضم الحي مع القيوم كان حسن على حسن. مرة أخرى، الحسن في أسماء الله باعتبار كل اسم على حدة، وباعتبار الاسم إذا قلت غير غيره كان حسن على حسن، مفهوم؟ الحي كمال ذاتي، والقيوم كمال سلطاني، ولو انضم الحي مع القيوم حسن على حسن. وقيل أن الحي مع القيوم اسم الله الأعظم. كم مرة جاء الحي مع القيوم في القرآن؟ ما عاد كلام. هذه المرة الأولى فتح الله عليك. المرة الثانية في آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الثالثة وعلى الوجود الحي القيوم، أين؟ سورة طه. كم مرة؟ ثلاث مرات. طيب إذا فيها من أسماء الله خمس أسماء، الله قد تقدم هم الخمسة، الحي الحياة الكاملة التي لم تسبق عدم ولا الحق فناء كمال ذاتي، القيوم قام بنفسه مستغني عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه، كمال سلطان انضم الحي مع القيوم حسنا على حسن. لا تقل حسن جديد، انتبه. طيب العلي العظيم، العلي علو في الذات علو في الصفات، علو في الذات علو في الصفات. أدلة العلو في الذات إجمالا خمسة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، خمسة أدلة العلو في الذات إجمالا خمسة. كتاب سيأتي معي تنوع أدلة الكتاب في إثبات العلو، تارة بذكر العلو الفوقية وصعود الأشياء ونزولها منه، صح؟ نعم. والاستواء. السنة وردت بأنواعها الثلاثة، قولية وفعلية وتقريرية، بل السنة المتواترة في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. العقل يستحيل العقل أن يثبت للخالق إلا كل صفة كمال بنزل الله سبحانه وتعالى، كل صفة نقص عيب. فالعقل يثبت لله العلو لله سبحانه وتعالى. الرابع الإجماع، أجمعت الأمة على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. كان
كان يتكلم أنشتاين بكلام يريد أن ينفي صفة العلو، وهذا الطالب أبو العلاء الحمداني كان هذا الحمداني يسمع الكلام فقال يا أستاذ أخبرنا أستاذ عما نجد. ما دعا عارف قط، ما دعا عارف قط، إنسان يعرف الله، ما دعا عارف قط إلا وجد من نفسه ضرورة إلى طلب العلم. يقول يا الله الآن الغني تقول له أعطيني مما أعطاك الله، قال الله يعطيك، ولو تسأل أين الله ممكن يقول في كل مكان، هو الآن قال الله يعطيك صح، وعندما يدعو يقول يا الله يرفع يديه إلى السماء. علوم في الذات وعلوم في الصفات العظيم ذو العظمة التي ليس فوقها عظم. نعم اقرأ. الله لا إله خلق، لا إله نفي وإثبات. نعم الله لا إله إلا هو الحي الكامل التي لم تسبق بعدم ان حققنا وحياه الاختيار تعرفك لكن ما في حياه المخلوق. الله لا اله الا هو الحي القيوم، قيل ان اسم الله الاعظم الحي مع القيوم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه السنه، السنه مقدمه النوم. نعم والنوم نوم، في بعض الاشياء احسن ما قيل في تعريفها ان تاتي لاحدها. لو سالك انسان ايش الحب؟ عرف لي الحب أو الغضب، تقول الحب حب. ما أستطيع أن أفسر لك الحب أكثر من أن أقول لك حب، والغضب غضب، والنوم نوم. هذا مريح لطالب العلم، مفهوم أخي؟ نعم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا نوم ولا مقدمة النوم. نفى الله سبحانه وتعالى نفس السنة والنوم، لماذا؟ لا بد من كمال الطب لكمال حياته وقيوميته، وهذا في نقص ملوك الدنيا وفي كمال ملك الله سبحانه وتعالى. لا تأخذ السنة ولا نعم له الأصل ما في السماوات ما في الأرض لله. لماذا قدم؟ قدم على الحصر، يدل على تقديم ما من حق التأخير يدل على الحصر، تقديم المعمول على العامل يدل على الحصر. تقول لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا يدل على ماذا؟ الحصر لله لا لغير، ولله الأسماء الحسنى يدل على الحصر له لا لغير، مفهوم؟ نعم. إذا تقديم من حق التأخير يدل على الحصر، تقديم المعمول على العامل يدل على الحصر له لا لغير. نعم أقرأ. له ما في السماوات، يعني كل ما في السماوات وما في الأرض، عموم ملك الله سبحانه وتعالى. نعم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هنا يذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إثبات العندية، يعني إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا أن لفظة مكان هذه لا نثبتها ولا ننفيها، لكن نسعى عن المعنى. ماذا أرادوا بإثبات المكان لله؟ إذا أرادوا العلو نقول نعم حق، وإذا أرادوا إثبات المكان يعني المخلوقات تحط بالخالق هذا باطل. إثبات العندية إثبات العلو لله سبحانه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أخذنا الشفاعة حق لله، تعريف الشفاعة والشفاعة المثبتة وشروط الشفاعة ثلاثة منها الإذن، وهذا دليل بعد. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ والله سبحانه وتعالى أذن لهذه الأصنام أن تشفع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا فيه كمال ملك الله سبحانه وتعالى كذلك، لأن ملوك الدنيا يأتي كل أحد يشفع لمن يريد، هذا الحاكم لا يشفع ولمن لا يريد، لكن الله سبحانه وتعالى قلنا إذن ورضا عن الشافع ورضا عن المشفوع له. نعم. من الذي يشفع عنده الله بإذنه يعلم ما بين أيديهم الحاضر والمستقبل وما خلفهم الماضي، علم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه، يعني من علمه
مما استأثر الله سبحانه وتعالى به في علم الغيب عنده، سواء كان من كيفية الصفات أو ما عد الله سبحانه وتعالى متقي في الجنة مثلا. نعم. إلا بما شاء إلا بما علمنا الله سبحانه وتعالى. عظم المخلوق يدل على عظم الخالق. الكرسي موضع قدمين، وسع كرسي، وهذا سبب تسمية هذه الآية بآية الكرسي، لأن فيها ذكر الكرسي. السماوات والأرض ولا يؤوده، هذه صفة منفية، صفة منفية عن الله سبحانه وتعالى. لابد في الصفة المنفية نفي عن الله كما نفى عن نفسه وكما نفى عن الرسول صلى الله عليه وسلم مع إثبات كما نفي. لا يؤوده يعني لا يثقله لكمال قدرته وقوته وعزته سبحانه، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي، علو في الذات وعلو في الصفة. نعم، فتح الله عليك. قال